من بون الألمانية معي سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير سيد جاسم. لا يمكن إغفال التغير بالمشهدين فيما يتعلق بسوريا الميداني والسياسي. هل سنشهد انعكاسا في موضوع حتى اللاجئين تحديدا في ألمانيا؟ ما الذي يحدث؟ ما يتعلق في ألمانيا بالتأكيد بدأت تدرك ألمانيا وكذلك دول أوروبا بأن الوضع الجاري خاصة في سوريا وكذلك في دول التي تشهد النزاع بأنها بدأت تنعكس سلبا على دول أوروبا، فلذلك بدأت تتجه نحو إيجاد حلول سياسية أو إيجاد خيارات سياسية لحل النزاعات وإيقاف الحروب، وهذا ما ينعكس بالطبع أيضا على تدفق اللاجئين وكذلك الهجرة الغير شرعية والفتح في طلبات اللجوء خاصة من سوريا. نعم. إلى أي درجة نتحدث فعلا عن ازدياد خطر الإرهابيين كدافع لما نتحدث عنه اليوم؟ الدول أوروبا بشكل عام بدأت تواجه تحدي كبير وهو تدفق المقاتلين الأجانب وكذلك يعني ما موجود من أنصار لتنظيم داعش وجماعات يعني المتطرفة الأخرى داخل أوروبا بتنفيذ عمليات انتحارية، وهذا يعني بأن يعني حالة الحروب والنزاعات في دول المنطقة بالتأكيد يعني سوف تكون تحديات جديدة أمام دول أوروبا في مواجهة ربما موجات جديدة من اللاجئين أو المقاتل الأجانب، لذلك هنالك علاقة أو ترابط في خطورة أكبر في الوقت الراهن. يعني بملخص الحديث سيد جاسم، هناك من الإرهاب أم أنه هذا يعني ما يحكى عنه هو مجرد غطاء لأهداف سياسية لحد للصراع القائم بين الحزبين في ألمانيا ولأهداف يعني حلحلة داخلية؟ بالنسبة للاجئين والهجرة هي أصبحت ورقة لدى الأحزاب السياسية وربما هنالك مبالغة، فلذلك كان اللاجئين ربما هم الخاسر الأكبر في حملات الانتخابات في أوروبا وكذلك في أوروبا. صحيح هذا بشكل عام يعني، بس الصدمة كانت وفق مراقبين من بعذرني على المقاطعة ألمانيا تحديدا، يعني وكانت ميركل لدرجة كبيرة هي ضد هذا. اليوم أصدرت يعني أو وافقت أنجيلا ميركل في إيجاد حد أقصى إلى اللاجئين. صحيح، وهذا مفاجأ الكثيرين. هذا تراجع كبير، هذا هو يعتبر تراجع كبير في سياسة ميركل برغم أنها أعطت وعود قبل الانتخابات أنها سوف ترفض أي طلب من الحزب التوأم البافاري وخاصة في رئاسة كورس، لذلك جاء هذا الاتفاق ربما مثل ما تحدثتك هو صدمة إلى المراقبين وتراجع كبير، وأن ألمانيا بدأت تتجه أو ربما الحكومة الجديدة سوف تتجه كثيرا نحو اليمين المتطرف. نعم، شكرا جزيلا لك دائما من بون الألمانية سيد جاسم محمد مدير مركز أوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.